تاريخ قوي. اللي بعده انك انت اللي هتكوني ضيفه مع سمية الخشاب في حلقه رامز جبل الاخر. اعتذرت. ليه اعتذرتي قبل الحلقه بيوم؟ لا اعتذرت لان اولا انا ما كنتش اعرف ان احنا ضيفتين، احنا ضيفه يعني عارفه ان انا ضيفه واحده. ثانيا هو رامز اولا لذيذ ودمه خفيف، بس تقيل في تقدمته وتقيل في الهزار مع الضيف. فانت دلوقتي جايبني انا وسميه ليه؟ تضحك علينا الوطن العربي؟ عيب. اهانه متعمده؟ عيب. لا بس معلش بقى ثانيه واحده، ده انا معاكي فيه، لو انت بتقوليه هسيبك تقوليه، بس معروف ان رامز تقيل وان رامز فيه ويخطيه. طب ما انت عارفه رامز برامجه عامله ازاي. بس معقول وافقتي؟ ايوه تمام. انا طيب بقول لك انا طالعه، ما تقوليش بقى حاجه على لكن رامز. لكن انتوا جايبيني بقى بعد السنين دي كلها، بعد ما طلعت اخر مره مع رامز اطلع مع سميه؟ عيب. اولا انا وسميه انت عارفه ان احنا اتصفينا، وقلت عندك ده في العرفه 20 ما تنزلي يا ستي بالفيديوهات بتاعه العرافه، انت بتنزلي من البرامج الثانيه. هو انا اللي رفضت ولا انت؟ يعني انا عندكم الفيديوهات دي؟ انا عامله مالي. انا عامله. هو انا اللي رفضت ولا انت؟ انا عامله تسامح وعفيف. انا ما قلتش انكم متخانقين يا ريم، ما اعترضتش، بسالك بقولك ليه ما رحتيش؟ اعترضتي ليه؟ ما هو انت جايب السنه دي اللي متخانقين مع بعض تجيبني ليه يا ستي، وتقول عليا حريم فلان ليه واكسات فلان ليه؟ عيب. هو ده الهزار؟ هو ده الهزار؟ هي دي الحقيقه؟ اه طبعا، امال هم طلعنا ليه بدل ما احنا متصالحين؟ يعني ما زعلتيش انه سمية الخشاب عرفت قبلك وانت ما كنتيش عارفه؟ لا مش دخل. اولا حصل مكالمه طويله ما بيني وبين سمية الخشاب كانت عارفه ان انت هتكوني طبعا واستاذنوها طبعا. طب واشمعنى انت وقالت لي الست مرحبه جدا وقالت لي تعالي ونعمل حلقه حلوه. بس بقى يبقى سمية هي اللي عرفتك؟ لا والله العظيم ورحمه بابايا. تحلفي بالعظيم؟ بحلف برحمه. طب عرفتي منين؟ لا عرفت، مالكيش دعوه بقى عرفت منين. ولكن هقول لك على حاجه، مفيش حاجه اسمها مالكيش دعوه في العرافه. بس اتغيرتي. مالكيش دعوه دي ما بتتقالش هنا خالص. عشان كده عرفتي انت بتتعبي ليه بسرعه، بتتعبي بتعبيني معاكي. عرفتي منين؟ انا عايزه اقول لك ان احنا كنا هنصور حلقه بس مش مع سمية، يعني كان لسه في مفاوضات بيني وبينهم، التذكره معايا والفيزا معايا والفلوس معايا كل حاجه، وهنصور حلقه ثانيه. طب ثانيه واحده، كنت عارفه اكتر من اللي انا قلته لك؟ هتقعدي مع ده حد تاني؟ ايوه هطلع بقى مع حد تاني. مين التاني؟ لا ما اعرفش بقى، ما لقوش يعني. لا قعدوا بقى سايبني وخلاص خلص. يعني انت رفضتي البرنامج عشان سمية الخشاب؟ ما رفضتش البرنامج، في رساله ما بيني وبين المنتج، قلت له لا يعني يا حبيبتي عيب تضحكي الناس تقولي يا حريم فلان ويا اكسات فلان، عيب. انا مش على خلاف معاك. يعني انت ازمتك في برنامج رامز 2024 انك انت ما يتقالش عليكي اكس حد. وانا مش على خلاف مع سمية، انا وسمية سامحنا من قبل 2021. سيبنا من خلاف سمية. طيب انتوا بتجيبوا الناس اللي على خلافات مع بعض. سيبنا من خلاف سمية. انت عندك مشكله انك انت تبقي اكس مع حد. لا ما يتقالش، يعني ما يتقالش ان انتي وسمية كنتوا اكس احمد سعد. انا اشارك مع سمية عمل دراما، اشارك فيلم، اعمل مسرح، انا هزر. انا عرفت كده الاجابه. انتي مش رفضتي معاه، رفضتي ان انتي تعملي معاه فيلم التاروت؟ لا مش مناسبني يا راجل. والله العظيم كذابه قوي. انا مش قادره والله العظيم. ما انت هتقطعي ده في المونتاج ولا هتسيبيه؟ لا هسيب بجد. بقولها لك في وشك. طيب انا فيلم التاروت مش هقطع حاجه في المونتاج يا ريم، وهسيبه بقولها في وشك. انا بيقول عليا كان استاذ نور كان بيقول لي لمضة وبتكلم كتير، انت المره دي انا لما كنت بتفرج لقيتك مختلف يعني اوفر. عنده حق، انت لمضة وبتتكلمي كتير. مش قادره عليكي النهارده، مش قادرة على المناهجة. محدش يقدر على العرافة حبيبتي، انت بتفكري بيجي على خيالك انك تقدري على العرافة؟ اللي بعده. لا اوعي تقولي اللي بعده، وحياة ربنا قوم. ليه؟ ايه؟ على فكرة انا اشتغل مع سمية او اطلع معاها اي برنامج لان الموضوع انتهى وخلص. فيلم التاروت لما اتعرض عليا كان مع مخرج ومنتج انا اشتغلت معاهم قبل كده، ما كنتش حابة أعيد التجربة، اديت لنفسي فرصة وكلمته في التليفون أسأله مع الشخصية معاها بغبغان طول الفيلم، واحدة معاها كلب وواحدة معاها قطة، أنا سألت على شخصيتي هتعمل البغبغان إزاي؟ قال لي جرافيك. اعتذرت.
بس ده اللي حصل. لو كان جاب لي بغبغان بقى بجد كنت هعمل. ايه رايك؟ اللي بعده.